ومتابعة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق. معنا مباشرة عبر الهاتف من الرياض مراسلنا حمد المحمود. نتابع معك حمد تفاصيل هذا الإعلان وأيضا كل المعلومات المتصلة بالعمل اللوجستي لإعادة فتح السفارتين. نعم روبير، بحسب مصدر من وزارة الخارجية السعودية حيث صرح بأنه بدء المباحثات القائمة بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها السورية، وربما هذا يأتي الإفصاح من وزارة الخارجية السعودية تعليقا على الأنباء والأخبار الدولية التي ظهرت خلال الساعات الماضية وتتحدث، أو المصدر السعودي يتحدث بأن المملكة العربية السعودية حريصة على تقديم الخدمات القنصلية للشعبين، الشعب السعودي وكذلك السوري. من أجل ذلك فإن البحث جاري بين المسؤولين في السعودية وسوريا حول استئناف الخدمات القنصلية فيما بين البلدين. وربما البعض ينظر لهذه الانفراجة لإعادة فتح السفارة بين البلدين بعد قطع العلاقات الذي دام لأكثر من 10 أعوام. مباشرة من الرياض الزميل حمد المحمود.